احجم عقلك وامنع عقلك عن أن يتوغل في الغيب، لأن الله لما خلق العقول خلقها وجعل لها حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل بوتقة حدود ما خلقه الله له. لكن متى ما أخرجت العقل خارجا عن دائرة حدوده والله سيتعطل العقل ولن يرجع إلا بالحيرة والشبه والضلالات والشكوك والأوهام والخيالات. مثل الجوال الذي له منطقة استقبال، صح ولا لا؟ استقباله لا يزال سليما ما دام داخل المنطقة، لكن متى ما أخرجته للبرية أو البحر أبعدته وش يصير؟ حديدة لا تنفعك والله، قد تموت من الظمأ والجوال معك لكن ما تستطيع، لا تتصل على أحد ولا أحد يتصل عليه لما أخرجته عن منطقة استقبال. إذن العقل له منطقة استقبال خاصة، العالم الغيبي ليس من منطقة استقبال العقل. الله خلق العقل لتدرك به الأشياء المحسوسة أمامك، هذا أدركه عقلي بأنه أسود، هذا ماء نافع، هذه نار ضارة، هذه استقامة نافعة، هذا زنا بار، هذه سرقة. إذن الله خلق العقل لإدراك الأشياء المحسوسة، لكن الأشياء التي أغيبها الله عنك ما خلق العقل لإدراكها، فالعقل يبقى ضعيفا عن إدراك هذا الغيب. ولذلك لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، أي أن يكشف الغيب لعقله، أن يكشف الغيب لعقله وبصره، أراد الله أن يبين له أن عقلك وقواك ما تتحمل هذا الأمر الغيبي لو كشف لك، ترى قواك يا موسى وبصرك ما يتحمل. فأراد الله أن يضرب له مثالا على مخلوق أعظم من موسى قوة وأقوى من موسى رسوخا وجبروت، وهو الجبل. قال طيب أنا سأتجلى للجبل تجلي يليق بجلال الله وعظمة تجلي غيبي، ما ندري عن حقيقته لكن تجلى الله كما أخبر الله. فلما رأى الجبل وهذا التجلي اندك، فلما رأى موسى ما حصل لهذا المخلوق الذي يتفق معه في الخلق غشي على موسى. فكيف لو رأى موسى ما بسببه حصل الجبل ما حصل؟ الأمر خطير. فالعالم الغيبي لو يكشف الله لنا منه شيئا لتكسرت قلوبنا وتفطرت عروقنا التي يمشي معها الدم ولعميت أبصارنا، ما نستطيع أن ندرك هذا العالم الغيبي. إذن طيب إذا كنا من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، كيف إذن يرى أهل الجنة الله عز وجل؟ نقول الله يضاعف فيهم القوة والقدرة البصرية والسمعية والجسدية حتى تتلاءم مع رؤية هذا العالم الغيبي، وإلا فلا تستطيع، فلا يستطيع البصر أن يدرك. فإذا العالم الغيبي عالم عظيم، فعقلك خلقه الله وجعل له حدود وطاقات. إياك يا حبيبي أن تقول كيف استوى، كيف وجه الله، كيف يد الله، كيف ينزل الله وهو في العلو، كيف كل ليلة ينزل، كيف هذه؟ ترى أظل إبليس بها أناسا أرادوا أن يستكشفوا عالم الغيب بإيش؟ بعقولهم.